طلعت لي من كعب الدست جاي تحكي لنا عنها اليوم. رصاص جهنم. عنا احنا بنقول لها رصاص عزرائيل. نفس الأكل رصاص عزرائيل؟ لا طريقة ثانية كمان. غير يعني غير أكلة بالمرة. ضعي بيسا. لا تعبتي يا نجاة. شو رأيك بالبعاي بيسا؟ لا 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 المبعوثة أحلى. زند الكر. زند الكر؟ الحمار الصغير. ايه. وبعده خلقان جديد. ايه. هلا أنا جايبت لكم البوابنة. نحن معروف عنا أكلة مميزة كمان كبدة ولحمة. بوابنة من بينه جاي الاسم بوابنة من بينه؟ بوابنة ايه من بينه ايه بينه ايه. نحن بنعمل هيدي البوابنة. ليه اسمها رصاص جهنم؟ المكونات تبعها من زمان كانت برغوا الوطحين يعجنون بمي يقصوا على بعضهم يصير الحبة يعملوها ويخبروا انه كانوا يزدوها على الحيط ترجع مثل رصاص تبقى عيد هيك سموها رصاص. لما بناكل رصاص عزرائيل شو بصير فينا؟ بصير عندنا طاقة وقوة مش بنرعى جهنم. شو هي هالأكلة من شو مكونة؟ هاي الأكلة من حمص وبصل والعجينة اللي لها قمحة كاملة زائد السريسيرة. السريسيرة هي يعني البرغل الناعم كتير. ليه ما بتسميه برغل ناعم؟ ليه السريسيرة؟ لا لأنه ناعم أكتر من البرغل. البعيبيسة هي برغل وحبق مردكوش كمون بتنعمل بالبصل المقلى لنقليه ينحرق يعطينا اللون البني. ايه نحط له المي ليعطينا كمان الزوم اللي بيصير بني. القصة زلمي هو مرته تعرفيها بيروح على الشغل بيجي عملت له زنكون بيجي بياكل. تاني جمعة عزم صاحبه عملت له زنكون. بعدين قال له عزم صاحبه التاني قال له روح لنا حتى ناكل. وصل على البيت عملت له زنكون قال له قومي صبي لنا يا مرة أكل. قالت له إيه؟ قال له شو بدها تصب لنا؟ الله مبعوثة صبي يا زلمة زنكن. الله لا مبعوثة ومشيت مبعوثة. زند الكر الحمار الصغير. ايه وبعده خلقان جديد. ايه يبقى خلقان جديد وهو لونه يبقى أزرق يعني بعده خلقان جديد. وهالملفوف لأنه لون الملفوف بعدها كمان طالعة جديدة قبل ما تلف وتكبر بتضل الورقة زرقاء نقطفها ومنعمل ومنطبخها. شتت الملفوف منزرعها ملفوف البلدي. ايه؟ اول ما بتطلع خضرة. نعم ما بتطلع بيضة بس بتبلش تلف بصير طبيض والورق من برا بضل اخضر. هلا نحن بنستعمل ورقة الخضرة من برا. وشو محشية؟ محشية برغل. كمان رجعنا على البرغل. برغل لانه هولي مكونات الاكلات القدم واكلات الضيعة القديمة. اكلي طيب كتير كمان مثل ما تفضلت هيدي من السريسيرة برغل الناعم الناعم. برغل الناعم الناعم هيدي بننقعها قبل بيوم تاني يوم بنعجنها مع طحين بنحط لها بقدونس بصل نعنع بهارات وفلفل وملح ومي بنعجنها. حشوتها شو بتكون مكونة؟ بصل مقلي حلق وحب رمان حامض لأنه في بينه رمان كتير حتى رمان. وبعدين حامض رمان كمان نحن بنعمل دبس رمان بنزيدها. نعم. حامض رمان لتطلع طيبه نخلطها. هاي بتكون حشوه تبعيت القرص البوابنه مثل الكبه مثل قرص الكبه بنعملها نحشيها يعني نشويها على الفحم. صوص جهنم يلا كملها. طيبه هيدي رصاص عزرائيل بس بدها تنتبه الليلة. هي بتدفي خاطر عزرائيل ندوق هاي هي رصاص كده رصاص هيدا مملح. هلا وين بدي مشكلة ببلع على مشكلة ما بتعبلك. دي آخر شي بختم بالزيتونة لندوق زند الكر. زند الكر راح تفر خلاص كلها سوا كلها سوا. نعم ايه بوابنه ها
هيك بيشتغلوا هيك. طيب كثير الخط العريض. صحتين. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.